خويا امين، واش اللي يلاه بادي الاي كوميرس واش من الاحسن يكون فاهم الجوجل ادسنس ولا ماشي مهم؟ خويا نصيحتي لك ما تبداش الاي كوم، قلتي يلاه بادي، حبس اخويا، حبس 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 حبس. شوف الله يرحم ليكم الوالدين، احنا جاوبنا على واحد المساله، واحد السؤال جاوبته على واحد السيده قبل ما تبدا، هو واحد السيده هو بادي، باش نديروا واحد المقاربه بعدا فهاد اللايف. واحد السيده سولتنا قالت لك بدخل ما فاهمه والو في داكشي اللي تنقول، ما عندهاش اساسيات. دابا هذا واحد السيد بادي الاي كوميرس وفي الحقيقه ما فاهم حتى هو والو، هذا لا بادي. دابا انت اخويا السؤال ديالك كتقول لي بغيتي دير الادسنس في الاي كوميرس، انت اخويا ما عارفش جوجل ادورد، ما عارفش شنو هما، ما عارفش شنو هما الطرق ديال الماركتين، ما فاهم والو، دخلتي الاي كوم خويا. شوف شوف الخوت واحد خويا، انا نجاوبك الجواب ليك ولكاع الناس، الله يرضى عليكم الدراري، خذوا وقتكم، مالكم زربانين بغيتوا ديروا الفلوس، راه الفلوس غادي ديرهم، مالك زربان، بيك مباور اخويا، بيك مباور، بيك مباور غير بشويه عليك، راه زعما راه صحابك زعما الفلوس غيسالوا، الفلوس ما غيسالوا، بيع وشرا ما غيساليش حتى حاجه، ما غتسالي، بيك مباور، بشويه عليك، بشويه عليك، الله يرضى عليك. ما تمشيش تشوف جوج خمسة الفيديوهات في يوتيوب وتلاح، ما تبقاش تلاح، تلاح صاحبي، خمسة الفيديو تلاح. دابا خويا غنقول لك، انت تهضر على ادسنس، ادسنس حاجه اخرى، علم حاجه اخرى، اش بغيتي تخدمها في الاي كوميرس؟ انت بغيتي تهضر على جوجل ادورد، انت خويا ما فاهمش شنو هو جوجل ادورد، بعدا ما فاهمش شنو هو الادورد، ما فهمش شنو هما بعدا لي سوليسيون دو ماركتين ديال جوجل، ما عارفهمش انت بعدا، وفهمتي باغي دير الادسنس في الاي كوميرس، راه بغيتي دير الاعلان عن طريق الادورد. دابا انت نورمالمون اخويا، نورمالمون ملي قريتي على الاي كوم، قريتي على الاي كوم غادي تكون عرفتي طرق، عرفتي فيسبوك ادز، انا تنقول عرفتي وانت شوف اش عرفتي في هذاك، ما عرفتكش انا، المهم خصك تكون عرفتي مثلا طرق اخرى ديال الماركتين باش تشهر السلعه ديالك، باش تشهر السلعه ديالك. انت باقي ما فهمتي، ما فاهمش انت صاحبي، انت مشيتي تلاحيتي تتسول على ادسنس في الادورد، وهذا السؤال تيبين ان راه ما فهمت توزه انت في هادشي. فاخويا انا نصيحتي لك، نصيحتي باقي ما شريتي السلعه، بيك مباور اخويا، رجع كلاص الله وسير اخويا قرا شنو هو جوجل اد، شنو هما لي سونسيون دما، اش الماركت، كيفاش الماركتي السلعه ديالي، وراه ما كاينش غير فيسبوك ادز، كلشي ملي فيسبوك، ما كاينش غير فيسبوك ادز، قرا شنو هما لي سوليسيون ماركتي اللي كاينين، وخذ لك وقتك، الله يرحم ليك الوالدين، سينو راه غادي ما اش بان لك في التداول. التداول اخويا الناس ما قاريش التداول ما تلحش التداول، صافي هادشي اللي غادي نقول لك اخويا. ندمتي؟ لا خويا، انا جاوبته بحال خويا، انا جاوبته بحال خويا، ما تندم حد، انا لو ما نكون معقصح ونقول لك اش كاين ولا غتقول لي لا هكا وانت ما كتشجع الشباب وهذا، نبدا نقول لك برافو عليك راك غادي مزيان، ما نقدرش نقول لي انا برافو عليك، برافو ما نقدرش نقولها ليه، حيت اخويا السيد راه تالف، راه والايكوم راه كتخسر فيه رزقك، راه الايكوم ماشي كتجي راه تخسر فيه رزقك، تبقى لك السلعه واحله لك تما،